مش قد كده. لا هو ايه اللي مش قد كده؟ كلامي ده كلامك ايه؟ الموز مش قد كده. مش كنا وقفنا عند عربيه اليوسف افندي لعاول الشارع؟ يوسف افندي يا مستر وسيم. بقول لك ايه، ايه حرامي اللي احنا هنقفشه ده، انت ضامنه ولا ايه؟ هيطلع اي كلام. عيب يا مستر وسيم، وانا جايب لك اي حرامي والسلام. ده مش بعيد لو قفشته تكسب اللعبه والدوله تكرمك، ده كمان ممكن انت. خلاص يا عم الاوفر. ايه الاوفر ده؟ من هنا لغايه ما ناكل عربيه الموز دي ونسلم الراجل، مش عايزك تفتح بقك خالص. لا فيها يا مستر وسيم، انت قارش ملحتي ليه؟ انت زعلان منك مني ما قلتلكش ان اسراف بتلعب قوي، مع انك عارف ان انا بحبك قوي، مع اني طلعت واطي قوي. ده ايش ضمني بقى ان انت لسه؟ خلاص بقى ما تقفرش قوي. صح عندك حق. وانت بقى جميل اللي عملت فلوس كويسه من اللعب مع اسراء. فلوس؟ ده انا مديون لها 800 جنيه. اسراء على فكره حكت لي على كل حاجه، قالت لي ان اي فلوس كانت بتيجي للعبه كنت انت تاخدها. يا سلام، وما قالتلكش برضو ان هي كانت بتخصمهم مني في الشغل وبتاخدهم مع ناصحه. صح ناصحه، ما انا عارف. طب بقول لك ايه، موضوع الحرامي ده تديه نبذه كده. عينيا. ايه ده؟ لا نبذه عنه هو مش عني انا. اصل دي نبذه برضه. منير الفلتاوسي رضع الاجرام صغيرا وبدا حياته المهنيه في الثمانينات، واول من ادخل الجريمه الكامله في التسعينات. عارف فيلم اللص والكلاب؟ اه طبعا عارف. دي قصه حياته. قصه حياته اللص والكلاب ده فيلم ابيض واسود. انت هتضيعني. اه لا مؤاخذه، ده الحاج الفلتاوسي الكبير. لا منير خدوا قصه حياته في الجزيره والمشبوه. اه ولعلمك بقى جايب لك قصه حياته ومجمل اعماله في ويكيبيديا. الراجل ده بقى له 20 سنه هربان مدوخ الحكومه كلها. اهو 22 ساعه حريمي، 32 بنطلون رجالي، 161 شنطه، 123 محفظه جلد بني، 137 محفظه جلد اسود. ما تحط المحافظ مع بعض يا جميل، انت بتضيع لي وقتي ليه؟ وانا مالي ويكيبيديا ايه اللي كاتبه كده؟ 12 بنك، ربع جبنه رومي، ثمن جبنه بيضة بجنيه. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ لا مؤاخذه يعني، اصل انا دخلت طلباتي مع طلبات ويكيبيديا. ماشي انا اقتنعت خلاص. والراجل ده بقى متاكد ان احنا هنلاقيه هنا؟ اهو ما هو وصل وشرف قدامك بيتحنجل. هو ده هو ده. طب يا رب بقى نلحق نسلمه قبل ما يموت. اه بقول لك انا عندي فكره هايله. إيه؟ احنا هنروح نزقه بالكرسي بعجل ده لحد باب القسم. عسل قوي. استنى هنا، هات الموزه دي. ده انا هاكلها بعد ما نفوز ان شاء الله. يلا بينا. انت طلعت ديني قوي. كتر خيرك يا ابني، الف شكر. عليا يا حاج منير. منير ده مين يا ابني؟ انا الماضي يا فلتاوسي، مش ان الاوان بقى انك تسلم نفسك؟ لا معلش انا مش فاضي. ايه ده يا ابن اللعيبه يا حاج؟ ايه بقى مستر وسيم، وانا جايب لك اي حرامي والسلام. شفت فلتس بيفلتس من عماره لعماره اهوت. ما تيجي نتفرج عليه شويه؟ نتفرج. طب نتفرج عليه من قريب شويه. طب نقف نتفرج. يلا بينا يا فلتس. ثلاثين سنه، ثلاثين سنه محدش حلم عليا. استنى يا جميل يا جميل، ده سريع قوي يا جميل. يا راجل حيرتي مننا. استنى استنى اجري. مش قادر. ايه ده؟ ازاي ما فكرتش في الموضوع ده؟ الله عليك يا وسيم. ايه؟ اخيرا وقعت يا منيرة فلتاوسي. ايه ده؟ يعني بعد كل ده اعرف ايدك انت يا سمنتة المنافسين فيا؟ وبعدين انت ظابط ازاي بشكلك ده؟ كلم الباشا عادل، كلم الباشا عادل. ايوه كده. بقول لك ايه؟ من حقك ان تلتزم الصمت. اي كلام سوف تقوله سوف يقول. إيه؟ بقول لك انا مش حافظ بقيه الترجمه. ترجمه ايه يا وسيم بايه؟ ارقص عليه، ابرك عليه قبل ما اجيب البوليس واجي. ماشي انا بارك اهو. ده الاعدام ارحم. اسكت. انت فين يا موزو؟ اللعبه ليه ما رنتش لغايه دلوقتي؟ لا بقول لك ايه، انا واخده على اني وانا بلعب الرياضه بتاعتي اكون مخلصه على اسراء. مش معقوله كل ده ما كسبناش لسه. لسه كله باوانه، في نظام في اللعب. وقفلي دلوقتي عشان مش فاضيلك. طب استنى استنى. بقول لك ايه، انا لقيت كده واحد ممكن نسلمه للعداله. فين؟ بسرعه جايلك. بس 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 علينا كده بس. اتفضلوا. انا جبت البوليس. سعيد باشا،
هو انت لسه عايش؟ مش قلت لك مش هموت قبل ما اجيبك؟ حضرتك انا اللي جايبه على فكره، معلش عشان دي بقى لعبه وسكور وكده. صح ولا اللعبه ما رنتش ليه لحد دلوقتي؟ طب شوف يمكن انت عامل اللعبه سايلنس. ياه 20 سنه، 20 سنه وانا بحلم باليوم اللي اقبض عليك فيه، 20 سنة وأنا ترقيتي بتتأخر بسببك. 17 يناير سنة 2000 مش قادر أنسى اليوم ده أبداً، وتشاء الظروف إن أنا أمسكك في 18 يناير 2020. أنا حظي يعني بعد 20 سنة ويوم زي 1000 ليلة وليلة كده. آه مش هنجس بقى حضرتك عشان نمشي. طارق هو آخر حكم طلع عليه إمتى؟ زي ما حضرتك قلت يا فندم 17 يناير سنة 2000.